مباراه امبارح شفتها ازاي بشكل عام؟ يعني بص، عارف اللي هو انت بتخلص السباق باستعراض. اه صح، هي كانت كده. صح، كاس العالم كله مبهر. صح، فخامه في التنظيم. بص احنا جبنا جوان كتير قوي. احنا مين؟ المجتمع العربي جاب اجوان كتيره جدا في كل حاجه. اجوان في التنظيم، اجوان في الثقافه، اجوان في طريقه التقديم، اجوان في الفخامه، اجوان في الابداع، اجوان في التكنولوجيا، في كل حاجه. اجوان في المباريات، اجوان في المباريات. عملنا انجازات مرعبه. الفرقه العربيه المره دي اكبر انتصار عربي واغلى انتصار عربي كان السعوديه على الارجنتين. تيجي نلعب اللعبه دي، يلا. مين اللي فاز بكاس العالم؟ الارجنتين. ومين الفريق الوحيد اللي فاز على السعوديه، اللي فاز على الارجنتين في كاس العالم؟ السعوديه. يبقى مين بطل العالم؟ بطل العالم مش هقولها. طيب هتضحك عليا انا، انت عملت جوال. بقى لي يومين بيتحفل عليا، فعايز امشي معاك واحده واحده. فاحنا عملنا كل حاجه. طبعا انجاز عظيم وعبقري للمنتخب السعودي، المغرب، المنتخب الارجنتين، المغرب طبعا، وانجاز العظيم تونس وكسبت. حتى تونس غلبت وصيف العالم طبعًا. الهزيمه الوحيده لفرنسا. فالفرقه العربيه ادت اداء رائع جدا. الجمهور السعودي كان فكت البطوله طبعًا. دمه خفيف جدا وبيأدي حاجات جميله. المنتخب المغربي وجمهوره الرائع جدا، الاداء الجميل. مباراه النهائي ذات نفسها مباراه بست اهداف، واحده من اجمل نهائيات كاس العالم. خلي بالك دايما نهائي كاس العالم بورينج، دايما نهائي كاس العالم الا يمكن مباريات استثنائيه، يمكن في المانيا الغربيه، يمكن وبعض المباريات اللي كان فيها. لا دي مباراه امبارح تريلر. صح، استعراض.